قالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن إقرارات تأييد مرشحي الرئاسة تجاوزت أمس 814 ألف توكيل شعبي، تم توثيقها ل 23 مرشح محتمل للانتخابات المقبلة. وقال المستشار محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة إن هناك إقبال على تحرير إقرارات التأييد للمرشحين المحتملين للرئاسة. ولفت الشريف إلى أنه يحق للمقيمين بالخارج الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة وتحرير التوكيلات حتى لو انتهت إقامتهم، لأن القرارات المنظمة للهيئة أعطت لهم الحق في ذلك حتى مع انتهاء الإقامة. كما أعلن أيضا المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن الهيئة لم تتلقى أي طلب للترشح لرئاسة الجمهورية حتى نهاية اليوم الثالث لفتح الباب أمام طلبات الترشح. وقال الشريف أيضا الهيئة مستمرة في فتح باب تلقي الطلبات حتى 29 من يناير الجاري.